برافو عليك قدام بالنسبه لنا وكان فيها كان 5 ايام وطبعا هم فرقه يعني نصف النهائي اكيد طبعا فرقه محترمه جدا وطبعا فرقه كبيره احترافي خبراتها في بطوله افريقيا الفتره اللي فاتت اكيد طبعا احنا محتاجينهم واحنا عندنا دلوقتي ماتشين ماتش على ارضنا وماتش هناك ونفكر ان شاء الله في ماتش بكره ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ونتعلم فيها كده ان شاء الله ونصعد ان شاء الله ان شاء الله. Thank you, Captain. I would kindly ask our colleagues photographers to sit down, please, and stop taking photos. Thank you. Adil Mohammed, وكالة الـ SNTV الإنجليزية.